انا عايزه اسالك، انا انت بنت وحيده؟ ايوه ما انت بابا انا وبابا بس. بابا كان عامل ازاي كانسان بقى؟ هو مش يعني عشان انا عارفه بابا، ان في اخر فتره انت كنت قاعده معاه انت وجوزك، كام سنه قبل ما 5 سنين. قعدتي 5 سنين خمس انت سنين متولياه؟ هو كان 5 سنين تعبان؟ لا هو الحقيقة ما كانش تعبان بالمعنى المفهوم يعني، بس هو يعني ما كانش بيشتغل، ما كانش واخد باله من صحته طول ما هو قاعد لوحده، فكان محتاج رعاية. فانت قررت تسيبي شغلك وحياتك وتتفرغي له؟ ده كان ضروري، ده كان اقل واجب يعني. عشان انت جميله والله. مهما قلت ما اقدرش يعني، او هو جوزك وافق ان هو انت كان متقبل بمنتهى الحب لان هو بيحبه زي بالظبط يعني. وهو انت ما عندك عندي ابن اسمه فريد، وعلمه، انا سمعت انه علمه علمه الاورج، علمه المزيكا، وعلمه اغاني من التراث يعني، كانوا بيقعدوا لما روحتي قعدتي معاه الخمس سنين دول هو ما كانش ساعتها بيشتغل صح؟ لا كان زعلان شوية يعني، هو برضو ما كانش يعني، هو كان عنده دايما قناعة ورضا، كان حاسس ان احنا، لا احنا دلوقتي احنا قاعدين في البيت والأسرة معايا، وهي دي امنيتي انه بنتي معايا وحفيدي وانا عايش في هدوء يعني. فما كانش يعني عنده مرار ان هو مش بيشتغل، ما كانش فارق قوي. حتى لما كان بيبقى مطلوب او حد يكلمه علشان نعمل لقاء صحفي او نعمل لقاء تلفزيوني او حاجه، كان كتير بيرفض لانه ما كانش عنده حاجه يقول انا ما عنديش حاجه جديده اقدمها. لو انا مش هطلع للجمهور اقدم حاجه جديده، مش حاسس ان انا لازم اطلع. طب كان بيعمل ايه في الوقت في البيت فراغ؟ كان عنده جنينه صغيره كده، كان بيحب زراعه جدا، عامل شجره ليمون وعامل شجره يوسفانجي. كان مهتم بيها بنفسه جدا جدا، وكان هو اللي يعني حريص ان هو كل يوم بيسقيها. دي صور عائليه ليكم. ايوه ده صور الفرح. وفي بقى مع حفيده في عيد ميلاده، لان هو برضو اول عيد ميلاد لي. دول طبعا اعز الاصدقاء، اعز اللي الاصدقاء. هم مين؟ الراحل عهدي صادق، والجميل ربنا يديله الصحه الاستاذ عمر عبد العزيز، وموجودين كلهم. وكمان كان عنده علاقه كبيره طبعا بالاستاذ اسامه عمر وكاش الله يرحمه. هو ده كان صدمه كبيره الصراحه. لما بيقعد معاكي في برضه في يعني في الوقت اللي ما عندوش شغل، ايه احب اعماله؟ كان يقول لك انا يعني بحب دوري في كذا. اكتر حاجه هو كان كتير قوي يقعد يقول لي انا ما بحبش اتفرج على نفسي، ما بحبش اتفرج، مش عايز اتفرج على نفسي، علشان انا كان المفروض اعمل هنا اكتر. كان دايما حاسس انه عايز يعمل ده حاجه حفيده. ده ابنك؟ ايوه. ده كان عنده سنه، وكان هو اللي عامل له عيد الميلاد بالكامل، وكان عامل له اراجوز بيغني له، وكان بيغني له. طب ما تيجي طب بس ما رديتيش ان ايه احب اعماله؟ حب اعماله بالنسبه له كان غير الحلميه اللي الناس كلها متخيلاه. كان في جزء كبير قوي كان بيحب قوي الشهد والدموع، كان بيحب يتفرج عليها جدا. ايوه انا كمان بحب دور الشهد والدموع. بالنسبه له كمان كانت ده كان عيد ميلاده هو، كان عيد ميلاد بابا واحنا كنا بنحتفل بيه. فهو كان بيحب الشهد والدموع. كان بيحب الشهد والدموع لانها كمان هي لمسه جزء منه. هو عنده اخ يعني اسمها استشهد او فقد في 67، ليه اخ. فهو راح بعد ما جالنا الخبر انه هم مش لاقيينه، هو راح كتير قوي الكتيبه هناك في اسماعيليه وفي بورسعيد، ولف عليه كتير علشان يعرف اي حاجه عنه. فلما شاف الورق ده، وكان اسامه انور عكاشه عامل السمسميه وحب يغنيها، كانت لمسه حته منه قوي، لان هو قعد هناك كتير في الفتره دي. وبعد الحرب بعد 73 سافر كتير وعمل رحلات مع المسرح عشان فرصة ان هو يعني يدور. وفي نفس الوقت حاسس ان كل اللي موجودين حواليه اخوه يعني، كان احساسه ان هو موجود في مكان ما هنا حواليه. هو كان بيحب عبد الناصر بشكل قوي جدا يعني. عبد الناصر معظم جيله طبعا بيحب عبد الناصر، بس هو كان حبه ليه يعني، عنده كتب ليه، عنده تسجيلات اكيد، تسجيلات وصور. هو عنده هارد ديسك كده بتاعه، كان هو وابراهيم الصحن المخرج الكبير. المخرج الكبير ابراهيم الصحن كانوا قاعدين بيجيبوا بقى الحاجات القديمه اللي هي الاغاني الكتير بتاعت زمان قوي، والاوبريت بتاع مثلا العشره الطيبه، شغل سيد درويش، حاجات نادره. طب نادرة بيجمعوا ليه؟ من الاذاعه بيجمعوها في الهارد ديسك عشان يقدروا يشغلوها طول الوقت. ما كانوش بيتفرجوا على التلفزيون، لما يقعدوا مع بعض ما بيتفرجوش على التلفزيون او يسمعوا حاجه، كانوا ما بيقعدوا مع بعض، لانه برضو الفنان الكبير كان جارنا قريب مننا، فكانوا معظم الوقت كانوا مع بعض.
ده عمل شجرة مانجا، ده يجيب شجرة مانجا يحطها عنده، ده جاب شجرة جوافة، طب خلاص لازم نجيب شجرة جوافة. طب كويس، بتنافسه في الجمال. كانوا بيتنافسوا في المانجا والجوافة. لا، في الجمال، في الجمال بتاع الزرع، كانوا طيب حابين الزرع قوي. بمناسبة الغنى ولسه نسألك عن السحور والأكل و و و، هو ما تيجي نسمع المسحراتي بصوته؟ موجود معانا المسحراتي؟ موجودة، كان غناها في جزء من حلقة ومعايا هنا في البيت، بس كان الصوت واطي شوية الحقيقة، مش عارفة. يعني هو هو كان هو غنى المسحراتي ليه؟ غنى المسحراتي، بيحب حبه في الفنان الجميل اللي كل الناس بتحبه واللي كلنا اتربينا عليه، سيد مكاوي. طبعا اولا بحبه جدا جدا جدا، وياما قعد معاه زمان كتير جدا، فهو سجل جزء منه. لا هو ما سجلهوش، هو كان بيقوله بيحفظه حبا فيه. هو كان بيحفظ كتير، بيحفظ حاجات للرباعيات صلاح جاهين، بيحفظ يعني، هو قارئ ومثقف عالي، كان دايما يحب يسمع ويقرا ويغني. الله. يعني كمان كان بيحب المطبخ، بيحب المطبخ جدا. كان دي حاجه، كان بيطبخ ولا يحب ياكل؟ لا يطبخ. هو كان يعني بيعمل لنا طبق فول في رمضان. سمعت طبق فول وحدي، طبق فول على السحور ما فيش زيه. انا حاولت، وقفت كل يوم تقريبا كل رمضان بقف جنبه عشان اعمل نفس طبق الفول ده، بحط كل الحاجات لو بيحطها، بس مستحيل تطلع بالطعم بتاعه بقى. مستحيل. طب مين علمه الطبيخ يعني؟ هل قعدته لوحده؟ سفره كتير. هم في اول حياته معظم المسلسلات اللي اتعملت زي غوايش وزي وقال البحر وزي غريب في المدينه والحوت، المسلسلات دي كلها اتصورت في تونس وعجمان في استوديوهات بره. فكان معظم الوقت بيسافر، فبيسافروا. وكان نور الشريف وعماد حمدي يحبوه ان هو يطبخ جدا جدا. ده كان في الكواليس بتاعه لسه بحلم بيوم مع نور الشريف. كانت القعده بتبقى لطيفه، بس هم في لسه بحلم بيوم ما كانوش بيطبخوا قوي، كانت كلها خروجات عشان كانوا في قريه كده. لكن في عيله الدغري مع الفنان الكبير عماد حمدي ليهم لقاءات مع بعض، انه لا انا مش هاكل الا فين اللي عمله محمد، انا عايز اللي اكله محمد. وكانوا طبعا يعني وقت هايل جدا جدا بيقضوه مع بعض، كانت ذكريات جميلة. كان ناس حلوة شبه زمانهم. كان دايما يقعد يفرجني على الصور ويحكي لي يعني احنا في المسلسل ده عيشنا ايه وفي المسلسل ده عملنا ايه. كانت حاجات كلها تحسي ان هم مش في الكواليس، هم في بيت، هم اسرة واحدة. هو كمان شهور مع بعض، كان بار باهله جدا، وليلة العيد كان ليها طقوس خاصة حقيقي. هو كان كل رمضان لازم في اخر رمضان نلحق نفطر اخر يوم رمضان مع العيله في بني سويف، والعيله كلها كنت بتتجمع. يعني كنت تسافري وكل العيله تتجمع في البيت الكبير اللي هو عند اخوه الكبير اللي كان فيه باباه ومامته، كان ده الموجود. فالعيله كلها بتتجمع في المكان ده، ساعتها بقى بنغني بقى المسحرات، نغني الليله الكبيره، نغني كل حاجه مع الولاد والاحفاد، يعني اخواته واولاد اخواته. كان يغني معاهم الليله الكبيره، وبيغني معاهم كل حاجه، وبتبقى سهره لحد ما كلنا نروح نصلي العيد ونرجع ننام يومين بعديها. بس كانت بتبقى قاعده يعني اسريه، كان محافظ عليها وقت طويل جدا. راجل الله يرحمه من الزمن القديم. أصيل. اللي هو عارفه الاسره والتجمع. بس اكتر حاجه الحمد لله مبسوطه ان هو حضر تكريمه. الحمد لله، يعني دي فرقت معايا. كان مبسوط جدا جدا. هو الحقيقه ده ما كانش اول تكريم، يمكن ده اللي ظهر قوي للناس وكان عليه الاعلام، لكن هو الحقيقه الدكتور اشرف زكي طبعا حصل اكتر من مره انه اتكرم. دكتور اشرف زكي شخص جميل، جميل ورائع جدا 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 جدا. مهما عدنا نقول عنه الحقيقه مش مجامله، واحنا ما يعني ما بيعملش حاجه لحد، بس هو حقيقي حقيقي من جواه شخص ما بيسيبش حد، ما بيسالش مهما كان عنده مشغوليات. وانت في ازمه او بتسالي حتى عن حاجه، مجرد سؤال بيرد، سواء هو او كل اعضاء مجلس النقابه او استاذه نهال او اي حد. مجرد ان انت عايزه سؤال او تستفسري عن حاجه او تسالي عن حاجه، هو الكل بيرد.